السياسة لا تنفك عن الدراما، كويس؟ هي نفسها ترفعها وهي نفسها بتحبطها. طيب نحن كدراميين علينا نعكس الواقع الموجود المترجم في الورق، وزي ما قال أستاذ محمد بأشكاله الدرامية المختلفة عشان نعالج بها مشاكل. المشاكل اللي نحن نبحث عن معالجتها دي مشاكل سياسية، اجتماعية، ثقافية، دينية، جهوية، كده كل المشاكل المجتمعية الموجودة، صح؟ رؤية الدولة للدراما زي رؤية الدولة للرياضة. للرياضة، الرياضة محمية بفيفا، الدراميين ما عندهم فيفا. كويس؟ فيفا رياضة، فيفا درامية عشان تحميهم. يبقى هنا فهم السياسي لدور الدراما. الدراما المدعومة إذا ما قادر، إذا القطاع العام ما قادر يدعم الدراما، القطاع الخاص بياخذ حريته من القطاع العام عشان ينفذ دراما، يصنع دراما يعني. السودان غني جدا جدا بالمكتوب، غني جدا جدا بالمناظر الطبيعية المختلفة، غني جدا جدا بتعدد الثقافات، تعدد الأجناس، تعدد الأديان. الأشكال.